مدبولي يبحث تيسير دخول وخروج المستثمرين والبضائع إلى سيناء، ويتابع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظة. العدوان يتواصل على أنحاء قطاع غزة لليوم الأحد عشر بعد 300 على التوالي. وزير دفاع الاحتلال يزعم أن مهمته هي إعادة المحتجزين من خلال خلق ضغط عسكري. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدعم الغربي للاحتلال يشجعه على ارتكاب الجرائم، وبيان غربي ثلاثي يطالب طهران بعدم شن هجمات على إسرائيل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء. وأكد مدبولي أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو بحث سبل تيسير إجراءات الدخول والخروج إلى سيناء في ظل جهود الدولة لجذب الاستثمارات لها، خاصة منطقة شرق بورسعيد، في ضوء الفرص والمزايا الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة. أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس لخدمة أهالي المحافظة خلال اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. وجه مدبولي بالإسراع في معدلات التنفيذ مع مراعاة الجودة. كما أوضح مدبولي أنه سيتم تنفيذ ما يزيد عن 13,000 وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، موجها بسرعة طرح الوحدات التي تم تنفيذها للحجز. التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعرب رئيس الوزراء عن الحرص على التعاون وبناء مسارات من التواصل المستمر مع الجهاز من منطلق دوره الهام في تقييم الأداء وتصويب أي إجراءات بما يسهم في تحقيق المصلحة العليا. صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة دفعة يناير عام 2025. تتضمن الشروط العامة للقبول أن يكون المرشح ووالده وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون على حسن السير والسلوك. نظمت القوات المسلحة معرضا لدعم التصنيع المحلي لقطع الغيار ومستلزمات التأمين الفني لمختلف أسلحة ومعدات قوات الدفاع الجوي. أكد اللواء أركان حرب ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي ضرورة تطويع التكنولوجيا الحديثة لتعظيم دور التصنيع المحلي لتلبية احتياجات القوات المسلحة كضرورة ملحة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وألقى اللواء أركان حرب محمد عدلي رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماما كبيرا لتصنيع قطع الغيار لتضاهي المنتجات العالمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية بالدولة. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 24 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بمصر. يأتي التدريب في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية. اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أمون 24 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، والذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري
بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية. تضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ للمهام المشتركة، ونفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عدداً من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل. فضلاً عن التدريب على تنفيذ طلعات التزويد بالوقود في الجو، كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق الأهرامات، أبرزت الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارون من كلا الجانبين. وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافي الذي وصل إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين في تنفيذ العمليات الجوية المشتركة بكفاءة واقتضاء. حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية والملحق العسكري الفرنسي ووفد من ممثلي السفارة الفرنسية. تنفيذاً للقرار الجمهوري بالإفراج عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن المحكوم عليهم المشمولين بالقرار من كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز نجاة. في خطوة إنسانية تعزز من القيم الاجتماعية والوطنية وتراعي الظروف الإنسانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2024 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي خطوة بعثت الأمل والحياة في المفرج عنهم، خاصة أنها لا ترتبط بمناسبة وطنية مثل باقي قرارات العفو، وإنما جاءت استثنائية ببعد إنساني. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز نجاة. يا مصر وفيت بوعدك بالإنساني، ستمائة وخمسة نزيلا بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي وفقا للمراجعات القانونية من لجان العفو الرئاسي التي شكلها قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لتحديد المستحقين للعفو. شكرا لنا دا ودا فرصة للحياة، حق الإنسانية حلم حق أبلاء. أقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل، عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب أمل وحياة. العفو الرئاسي اللي عمله الشيخ الرئيس ده دليل إن هو فاكرنا ومهتم بينا جدا. ويعني إحنا مش عارفين نقول له إيه يعني بصراحة، يعني كتر ألف خيره على اللي بيعمله معانا وفي البلد وفي كل حتة. بالنسبة لقرار السيد الرئيس، لما هذا القرار كأنه أحيا الإنسان من جديد. واحنا بنحمد ربنا ان ربنا احيانا من جديد، وفرحه لا وصف لها. ده حاجه ده انا دموع بتنزل من عينيا انا واحد لوحدي من الفرحه. ربنا يخليك يا ريس، ربنا يخليه، ربنا يخليه. اللي عمله معانا ده ما حصلش قبل كده في سجون مصر كلها. الرئيس السيسي يكفيه شر المرض ويرضيه زي ما رضانا يا رب. ده برضه خاطرنا وفرحنا، مش كناش مصدقين برضه يعني حس بينا وفكر فينا ان احنا كبار السن مش مستحملين. فرحانه جو 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 فرحانه يا سيسي جو اللي انت طلعتني العيال، ويجبر خاطرك ويخليك. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، لك يا رب.
أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أعدتهم للاندماج في المجتمع وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان والسعي نحو تحقيق الأفضل في حياتهم الجديدة في وطن يحترم ويستوعب الجميع. الرجل ده حس بينا وتعبنا، الرجل ده ربنا ينصره على من يعاديه يا رب. يا مصر وفيت بوعدك، بالإنسانية فتحت باب، علمني معنى الحياة. شكر للي نادى وادى فرصة للحياة. وقد شهد محيط مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات تجمع أهالي المفرج عنهم الذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم وثمنوا غالياً القرار الرئاسي الذي يعد مفاجأة لهم بكل المقاييس ويجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لكرامة وحق الإنسان. احنا بنشكر الرئيس على الفرحه دي. متشكرين للسيسي، متشكرين للسيسي. ده القرار، اهم قرار في حياتي كلها. الف شكر يا رئيس اللي انت روحتنا لعيالنا. ربنا يخلي لينا ويبارك له ويخلي لينا ويطلع لاختي. الحمد لله. ربنا يخليك لمصر. ايوه. وربنا يعينه. احلى حاجه عملتها اللي انت طلعت لنا امنا بالسلامه. ربنا يخليك لينا يا رب. قولي له ما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا جمهورية مصر العربية، عيش السيد الرئيس على عفو كبار السن. عبد الفتاح السيسي احفى عنا في الدنيا، ربنا يحفى عنا في الآخرة. الله أكبر. ربنا يحفى عنا في الآخرة كما عفى عنا في الدنيا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قرار رئاسي إنساني يرتكز على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفرصة لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع بشكل إيجابي ويجسد حرص الدولة على دعم القيم الإنسانية والاجتماعية. فرحة كبيرة بين المفرج عنهم وذويهم بهذا القرار الرئاسي ذو البعد الإنساني بالإفراج عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من كبار السن والحالات المرضية. هذا القرار الرئاسي يؤكد على البعد الإنساني في السياسة العقابية التي تسعى إلى سرعة دمج المفرج عنهم في المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي انخراط مصر النشط في القارة الإفريقية من خلال العضوية الحالية في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وكذا الدور الفاعل الذي لعبته القاهرة خلال رئاستها للكوميسا. جاء ذلك خلال مباحثات عقدها وزير الخارجية مع أوليفي ندوهو نجريهي وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي، وذلك على هامش زيارة عبد العاطي الحالية لكيغالي. شهد اللقاء مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر ورواندا في مجال النقل، كما تم الإعلان عن تخصيص قطعة أرض لصالح مصر بالقرب من الحدود مع تنزانيا من أجل إقامة منطقة لوجستية مصرية. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. إلى تطورات الأوضاع في غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الأحد عشر بعد المئة الثالثة على التوالي، في ظل استهداف مباشر للمنازل المأهولة ومراكز الإيواء المكتظة بالنازحين. وواصلت قوات الاحتلال نسف مباني سكنية في المغرقة شمال مخيم النصيرات في وسط القطاع وشرق خان يونس جنوب القطاع، كما استهدفت مجموعة من المدنيين في محيط مسجد بدر في حي الزيتون جنوب شرق غزة. وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 39,897 شهيدا و92,100
152 مصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام في الطرقات. كما أكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال 48 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيدا و150 مصابة. أكد وزير دفاع الاحتلال يوف جالانت أن إسرائيل في حالة يقظة واستعداد، حيث تتوقع ضربات انتقامية من حزب الله وإيران. وخلال مراجعة أمنية له أمام اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والأمن في الكنيسة الإسرائيلي، قال جالانت إن مهمة القيادة الإسرائيلية حاليا هي إعادة المحتجزين من قطاع غزة وخلق الظروف المواتية لإعادتهم. وأكد في الوقت ذاته على أن تلك الظروف لن تتأتى إلا من خلال خلق ضغط عسكري على حد قوله. انتقد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات وزير الدفاع يواف جالانت. وجاء في البيان أن تحقيق النصر الكامل ضد الفلسطينيين يتطلب شجاعة على حد قوله، منتقدا تبني جالانت الرواية المعادية لإسرائيل. وذكر البيان أن أمام إسرائيل خيارا واحدا فقط، وهو تحقيق نصر كامل على حد زعمه، وهو ما يعني بحسب مكتب نتنياهو القضاء على قدرات حماس العسكرية وإطلاق سراح المحتجزين. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستمرار سقوط خسائر بشرية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة. وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الأمين العام حث الجانبين على العودة لطاولة المفاوضات وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين. أضاف أن غوتيريش شدد على ضرورة ضمان حماية المدنيين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن إلى غزة وفي شتى أنحائها. دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بتسائيل سموتريتش وإتمار بن غفير. وقال بوريل إنه بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق نار في غزة، يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين، كما هو الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الذي تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم للحرب. من جانبها وصفت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين جينيز منع المساعدات الإنسانية عن المدنيين في قطاع غزة بما في ذلك الأطفال بأنه جريمة حرب. شددت المسؤولة البلجيكية على أن الدعوات التي يطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بوقف المساعدات الإنسانية عن غزة تقوض من فرص تحقيق حل سلمي وتهدد كذلك أمن كل الفلسطينيين. قال فيليب لازاريني مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، قال إن الأعضاء في اتفاقيات جنيف فشلوا بتحمل مسؤولياتهم في احترام قواعدها وضمان احترام أطراف الصراع لها بما في ذلك حماية المدنيين والمدارس والمستشفيات. جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة إكس تعقيبا على قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة تابعة بمدينة غزة في مجزرة خلقت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، حيث سلط لازاريني الضوء على أنه خلال الأشهر العشرة الماضية تم انتهاك هذه القواعد بشكل صارخ يوما تلو الآخر في قطاع غزة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن دعم بعض الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل يشجع على ارتكاب الجرائم والإبادة ضد الفلسطينيين. أشار الرئيس الإيراني إلى أن حق رد على المعتدي محفوظ للدولة التي يعتدى عليها وفقا لكل المعايير الدولية، مشيرا إلى أن موقف طهران السياسي يؤكد على تعزيز السلم والأمن الدوليين وتجنب الحرب وسفك الدماء.
هم میایم بگیم آقا ما اگه اینا کردیم یکی بیاد ما رو محاکمه کنه آقا چقدر میخوایم از این بعدا میگیم 40 سال داریم میگیم این حرفا. قال زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية إنهم يدعون إيران وحلفائها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل وقف لإطلاق نار وتحرير المحتجزين إلى الخطر. وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل، لافتا إلى العمل مع جميع الأطراف لمنع التصعيد وتهدئة التوترات وإيجاد سبيل نحو الاستقرار في غزة. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لايد أوستن أمر بإرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والغواصة جورجيا للشرق الأوسط في سياق متصل. نقل إعلام رسمي إيراني عن وزير الخارجية الإيراني علي باقري تأكيداته لنظير الصيني على حق طهران في رد مناسب ورادع على إسرائيل لضمان الاستقرار الإقليمي. في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة واحتمال قيام إيران وحلفائها بشن هجمات على إسرائيل، أعلنت الولايات المتحدة إرسال حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والغواصة جورجيا للشرق الأوسط. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قالت إن وزير الدفاع لويد أوستن بعد اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أمر الوزير الأمريكي بتسريع إرسال حاملة الطائرات والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة. أوستن أكد التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل، وأشار إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوتر بالمنطقة. وكان الجيش الأمريكي قد قال بالفعل إنه سينشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط مع سعي واشنطن لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية. وتأتي حالة التوتر في المنطقة في عقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في 31 من يوليو الماضي، بالإضافة إلى مقتل القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في غارة على بيروت. وقد أثار اغتيال هنية وشكر مخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، حيث قالت إيران إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن اغتيال هنية بسبب دعمها لإسرائيل. وتتوقع إسرائيل ردا من إيران في أي لحظة، وتعد لصده برفع حالة الجاهزية العسكرية والصحية. وتسود تقديرات في إسرائيل إلى أن الهجوم الإيراني سيكون أقوى من الهجوم الذي نفذته طهران سابقا، ليفاقم غموض الرد الإيراني التوتر الإسرائيلي ويضع الشرق الأوسط على برميل من البارود. ما زالت أخبار نشرة التاسعة تتواصل مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مبعوث أمريكي يتحدث عن انطلاق محادثات خلال أيام لحل الأزمة السودانية، والمنظمة الدولية للهجرة تحذر من أن السودان بات على وشك انهيار كارثي. قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريليو إن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع ستمضي قدما في جنيف هذا الأسبوع، ولم يتضح بعد ما إذا كان وفد من الجيش السوداني أو الحكومة سينضم إلى المحادثات. في ما يتعلق بالوساطة التي نقوم بها، ولكن ما أستطيع أن أقوله هو أننا واضحون كل الوضوح بأن الأولوية في هذه العملية تتمثل في توصل لوقف للأعمال العدائية وسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وهذا ليس المكان هو المناسب للحوار السياسي الذي يريد السودانيون أن يجري دون هذه الأطراف. طبعا عندما ندخل الاعتبارات السياسية في هذه المعادلة فهذا يطيل أمد الصراع وليسهل المساعدات الإنسانية. أوضحنا أنهم من خلال مواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار في العالم فإن ذلك يوفر سببا لدعوة أطراف الصراع
بصفتهم العسكرية وبناء على الاعتبارات العملية. أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أملها في أن تنتهي محادثات السلام في السودان والتي من المقرر أن تنطلق هذا الأسبوع في سويسرا إلى إجراءات إنسانية ملموسة. أعربت المسؤولة الدولية عن أملها في أن تؤدي المحادثات إلى اتفاقات تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية وبوصول أفضل إلى السكان المتضررين. في الأثناء حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن السودان وصل إلى نقطة انهيار كارثية مع توقع تسجيل عشرات الآلاف من الوفيات التي لا يمكن تفاديها جراء الأزمات المتعددة. في الملف الروسي الأوكراني، قال حاكم منطقة كورساك الروسية إن أوكرانيا تسيطر على 28 تجمعا سكنيا في المنطقة الحدودية. أضاف المسؤول الروسي أن القوات الأوكرانية تقدمت لمسافة 12 كيلو متر داخل الأراضي الروسية في توغل بدأته في 6 أغسطس الجاري. كما أكد المسؤول الروسي أن الهجوم الأوكراني أسفر عن مقتل 12 مدني على الأقل وإصابة 121 آخرين. أشار إلى أنه تم إجلاء 121 ألف شخص من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا بسبب التوغل المسلح لقوات كييف فيها. في المقابل أعلنت أوكرانيا سيطرتها على 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية في منطقة كورسك الحدودية، مشيرة إلى أن قواتها لازالت في حالة هجوم بعد أسبوع تقريبا من توغلها في هذا المكان. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا تحاول تحسين موقفها التفاوضي بهجومها على منطقة كورسك الروسية. واتهم بوتين كييف من محاولة تقويض استقرار روسيا بتوغلها في منطقة بجنوب البلاد، منوها إلى أنها لن تنجح في هذا الهجوم وأن موسكو سترد عليه بشدة. يبدو أن كييف تهدف إلى تحسين مواقفها التفاوضية في المستقبل. حسناً، ما هو نوع المفاوضات التي يمكن أن نتحدث عنها مع الأشخاص الذين يشنون ضربات عشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية ويحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية؟ المهمة الرئيسية الآن هي طرد القوات الأوكرانية. إن وتيرة العمليات الهجومية التي تقوم بها القوات الروسية لم تنخفض فحسب، بل على العكس من ذلك زادت بمقدار مرة ونصف. أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة عن عزم إيران تسليم مئات الصواريخ البالستية إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية ضد أوكرانيا. وأكدت الولايات المتحدة أن مثل هذه الخطوة ستمثل تصعيدا كبيرا يستوجب الرد السريع والقوي. كانت رويترز قد نقلت عن مصدرين في أجهزة مخابرات أوروبية قولهما إن عشرات العسكريين الروس يتدربون في إيران على استخدام نظام الصواريخ البالستية قريبة المدى فتح 360، وأضافا أنهما يتوقعان تسليما وشيكا لمئات الأسلحة الموجهة عبر الأقمار الصناعية إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا. تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع حريق في نظام للتبريد في محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية. دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل من روسيا وأوكرانيا إلى وضع حد لمثل هذه الهجمات غير المسؤولة تجنبا لأي تهديد لأمن المنشأة وسلامتها النووية. اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا على خلفية نشوب حريق في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس من عام 2022، وتقع المحطة على ضفاف نهر دنيبرو الذي يعد خط تماس طبيعي بين طرفي الحرب. الإدارة الروسية للمحطة قالت إن حريقا شب في المنشأة نتيجة هجوم مسيرة أوكرانية وتم إخماده دون تأثير على عمل المحطة، بالإضافة إلى أن جميع وحدات الطاقة الست في وضع الإغلاق البارد،
ولا يوجد انفجار أو أي تهديد آخر، مؤكدة أيضا أن الوضع الإشعاعي بالمحطة طبيعي. في المقابل قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن القوات الروسية أشعلت حريقا في الأراضي الخاصة بمحطة زابوريجيا، داعيا العالم والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحرك لمواجهة الهجمات الروسية على المنشآت والبنية التحتية الأوكرانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهتها دعت طرفي النزاع إلى الامتناع عن أي عمل عسكري يهدد أمن المنشأة، وقالت إن خبراءها أكدوا تعرض المحطة النووية لهجمات بطائرات مسيرة دون أن تنسب هذه الهجمات إلى أي طرف منهما. الهجوم الأخير لم يكن الأول من نوعه، حيث شهدت المحطة حوادث مشابهة منذ سيطرة القوات الروسية على المنطقة في أعقاب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في أواخر فبراير من عام 2022. في أول مقابلة تلفزيونية له منذ انسحابه من الانتخابات، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اتخذ قراره بعد ضغوط مارسها أعضاء في حزبه الديمقراطي، وبدافع تصميمه على إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب. وبقي بايدن بعيدا عن الأضواء منذ أن أعلن انسحابه من الانتخابات في 21 من يوليو، بعدما أثار أداؤه الذي وصف بالكارثي خلال مناظرته مع ترامب ما يشبه بانتفاضة ضده في صفوف الديمقراطيين. في مواجهة المعسكر الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة للولايات المتحدة، يتواصل الحشد الديمقراطي خلف المرشحة الرئاسية كاملا هاريس في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ انسحابه من الانتخابات أكد أنه اتخذ قراره بعد ضغوط مارسها أعضاء في حزبه الديمقراطي، وبدافع تصميمه على إلحاق الهزيمة بترامب. بايدن صاحب 81 عاما بقي بعيدا عن الأضواء منذ أعلن انسحابه من الانتخابات في 21 من يوليو الماضي، بعدما أثار أداؤه الذي وصف بالكارثي خلال مناظرته مع ترامب ما يشبه انتفاضة ضده في صفوف الديمقراطيين. بايدن أقر في المقابلة التي سجلت في البيت الأبيض بأن أداءه كان متواضعا في المناظرة، لكنه لا يعاني مشكلة صحية خطيرة، مشيرا إلى أن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بلوسي التي تعد شخصية مؤثرة في الحزب والتي اعتبر أن رفضها دعم حملته بشكل صريح كان مفصليا. وفيما يخص الدعم لنائبته الحالية كاملا هاريس صاحبة 59 عاما، قال بايدن إنه سينظم حملة لدعم هاريس في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة مهمة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل. في المعسكر المقابل يبدو أن حملة الجمهوري ترامب الذي يكبر هاريس بنحو 20 عاما لا تزال تواجه صعوبة في تعديل استراتيجيتها بمواجهة المرشحة الديمقراطية الجديدة، حيث كان تركيزها منصبا بالأساس على عمر بايدن وقدراته العقلية. رحبت الحكومة البريطانية بالتهدئة الملحوظة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أعمال شغب اليمين المتطرف على مدى أسبوع كامل. وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، قالت إنه رغم حالة الهدوء فإن الحكومة البريطانية ستبقى في حالة تأهب، خاصة وأن المواطنين ما زالوا يشعرون بأنهم غير آمنين. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين عسكريين أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدأان تدريبات عسكرية صيفية سنوية الأسبوع القادم لتعزيز قدراتهما على مواجهة التهديدات الصاروخية والإلكترونية لكوريا الشمالية. تأتي المناورات المقررة في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس، في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية تطوير برامجها النووية والصاروخية، وتحاول إطلاق أقمار اصطناعية استطلاعية وتجسسية. استكملت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، والتي تهدف للتواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة المنشآت الطبية.
تضمنت المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الحميات والصدر بمحافظة قنا. وجه فريق الحوكمة بسرعة توفير بعض نواقص الأدوية والمستلزمات وإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة، فضلا عن التعامل مع مشكلة ضعف شبكة الإنترنت الهوائية مما يؤثر على تفعيل النظام الإلكتروني بالتطعيمات ومنظومة الألبان والمبادرات. رحب وزير الري هاني سويلم بموافقة الإذاعة المصرية على المشاركة في الحملة القومية للمياه، وأكد سويلم أن مشاركة الإذاعة المصرية ستحقق زخما واسعا للحملة نظرا للانتشار الكبير لموجات الإذاعة التي تتابعها شريحة واسعة من المواطنين. من جهته أكد رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار أن مشاركة الإذاعة في أنشطة الحملة يأتي إيمانا منها بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والحفاظ عليها من التلوث. تفقد محافظ المنيا عماد كدواني العديد من المناطق الأثرية داخل مراكز أبو قرقاص وملاوي ودير مواز، وجه بالعمل على تطوير تلك المناطق وتقديم كافة الدعم اللوجستي من أجل تنشيط السياحة ووضع المنيا على الخريطة السياحية. أكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجها بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية التي تسخر بها محافظة المنيا. نظمت وزارة الثقافة حفل توزيع جوائز الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي. شهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، وذلك في دورتها الرابعة والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة وبرعاية السيدة انتصار السيسي. احنا شفنا تكريم لمبدعي مصر الصغار في الدورة الرابعة لجائزة الدولة للمبدع الصغير. احنا بنفتكر انه الدورة الأولى كنا لسه بنقول انه دي هتكون بداية واعده لاطفال مصر من المبدعين. فكره ان احنا عندنا جائزه دوله للمبدع الصغير، بنشكر السيده انتصار السيسي على رعايتها لهذه الجائزه. النهارده احنا السنه دي بنحكم بصراحه اعمال كانت متميزه، انا بحكم في مجال المسرح، الاعمال كانت مميزه جدا جدا جدا. المشروع ده بيحل المشاكل اللي موجوده داخل الصوبه عن طريق عملناها ذكيه وعملناها كذا سيستم عشان نحل كل المشاكل دي. المشروع هو صوبه ذكيه، ما في روبوت بيقدر يحصد وتطبيق بقدر اتحكم في الصوبه منه. كانت وزارة الثقافة قد أعلنت فوز أكثر من 30 مبدعا في مختلف مجالات وفروع الجائزة الأداب الفنون الإبداع والابتكار لهذا العام من الفئة العمرية الأولى والفئة العمرية الثانية، وبلغ عدد الأطفال المتقدمين للجائزة في هذه الدورة أكثر من 10,000 متقدم، وتصدرت محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية قائمة أكثر المتقدمين للجائزة لهذا العام. موقع إلكتروني اسمه آمن بيتكلم عن الحماية على الإنترنت والأمن السيبراني. الموقع ده أنا حطيت فيه أكتر من وسيلة للتوعية ومساعدة المراهقين والشباب وكمان الأطفال إن هم يبقى عندهم توعية عن الأمن السيبراني والحماية على الإنترنت عن طريق في جلسة نفسية بالواقع الافتراضي وأدوات تانية برضو بالواقع المعزز. كنت عامل مشروع اسمه حماية الزراعة تكنولوجيا، عبارة عن صوبة زراعية تحمي النبات وتوفر لأحسن مناخ
الفيلم بسرعة وبدون أخطاء، وحطيت فيه أنظمة كتير وزودة أنظمة زي مثلا نظام الإضاءة الذي يحاكي وجود الشمس في غيابه. فزت بجائزة الدولة المبدع الصغير في فرع الشعر، والحمد لله هذا من فضل ربي، والسنة اللي فاتت اتأهلت من 10 المؤهلين وربنا ما حلفليش الحظ، والسنة دي الحمد لله ربنا حلف لي الحظ وكسبت، وأنا فخور إن أنا كسبان جائزة من السيدة انتصار السيسي وأتكرم من معالي الوزير أحمد فؤاد. تعد جائزة الدولة للمبدع الصغير إنجازاً جديداً للجمهورية الجديدة، يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع الناشئ ويتماشى مع النصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والأداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني. أحمد الحسين، التلفزيون المصري. والآن مع أخبار الاقتصاد في نشرتنا. أخبار المال والأعمال في هذه النشرة يستعرضها لنا محمد عبد الله. شكراً مصطفى، شكراً هبة. إلى أخبار الاقتصاد محلياً وعربياً وعالمياً. أهلاً بكم. التقى نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وفد شركة سي آي سيمنار الهندية للكيماويات، واستعرض الاجتماع اهتمام الشركة بإنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الإيثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار. وتعد شركة تي سي آي سيمنار للكيماويات من أكبر الاستثمارات الهندية العاملة بالسوق المصري بحجم استثمارات يبلغ مليار ونصف مليار دولار، كما تعتبر من أكبر منتجي مادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أكد وزير البترول كريم بدوي أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب ولجانه النوعية المتخصصة في الملفات المتعلقة بصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حيث أكد بدوي أن الوزارة تعمل على محاور مختلفة لدعم جهود زيادة الإنتاج كأولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد. في سوق المال، تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليار جنيه. خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024، مرجعة ذلك إلى بيانات أضعف من المتوقع للنصف الأول من العام وتراجع التوقعات للاقتصاد الصينية. كما قلصت المنظمة توقعاتها للعام المقبل، وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.11 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضا من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 2.25 مليون برميل يوميا. نهاية أخبار اقتصاد، من جديد أعود إلى هبة ومصطفى. أشكرك محمد. خرج حريق غابات كبير عن نطاق السيطرة على الأطراف الشمالية للعاصمة اليونانية أثينا، ما أدى إلى إصدار العديد من أوامر الإخلاء لضواحي أثينا والمناطق المحيطة بها. هذا وتسببت النيران في تصاعد سحاب دخان في سماء وسط العاصمة اليونانية، بينما أعاقت الرياح القوية جهود مئات رجال الإطفاء وعشرات الطائرات التي تسقط المياه. وكانت النيران قد اشتعلت بعد ظهر الأحد الماضي في غابات سنوبر أصبحت جافة بسبب موجات الحر المتكررة هذا الصيف في أعقاب شتاء جاف كذلك. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا إلى عالم الساحرة المستديرة وأخبار كرة القدم. أخبار المنافسات المختلفة في نشرة رياضية مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا هبة وشكرا مصطفى. إلى أخبار الرياضة.
أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدورة الألعاب الأولمبية في باريس ووصفها بأنها نجاح غير عادي. وخلال لقاء بحديقة قصر الإليزي مع جميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة الوطنية والمحلية التي شاركت في تنظيم أولمبياد باريس، أكد ماكرون أن دورة الألعاب الأولمبية في باريس أظهرت الوجه الحقيقي لفرنسا، خاصة بعد نحو 15 يوما من الاحتفالات الجماهيرية وحصول الرياضيين الفرنسيين على العديد من الميداليات. كما أشاد الرئيس الفرنسي بالإنجاز غير المسبوق على المستوى الأمني، مؤكدا أنه تم إحباط مئات الأعمال الخطيرة من قبل قوات الأمن والاستخبارات دون ذكر مزيد من التفاصيل. وصلت قبل قليل البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس بعد انتهاء منافسات الأولمبياد في الفترة من 26 من يوليو حتى 11 من أغسطس الجاري. ضمت البعثة كل من الثنائي أحمد الجندي وسارة سمير المتوجين بميداليتي البعثة المصرية في اليوم قبل الأخير من أولمبياد باريس. وأنهت البعثة المصرية منافسات أولمبياد باريس برصيد 3 ميداليات في المركز 52 بجدول الترتيب، وتم تحضير موكب للثنائي المتوج من مطار القاهرة وحتى المركز الأولمبي بالمعادي. ونجح أحمد الجندي في تحقيق الميدالية الذهبية برياضة الخماسي الحديث وكسر الرقم العالمي، بينما حققت سارة سمير فضية رفع الأثقال، وسبقهم محمد السيد الذي توج ببرونزية السلاح في أول أيام الأولمبياد. أصدر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قراراً بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس على مركز شباب الهوينة بالإسماعيلية، حيث كانت تتدرب في المركز. وأكد وزير الشباب والرياضة أن القرار يأتي تكريماً لإنجازات سارة سمير في رفع الأثقال، والتي أضافت إلى سجلها المتميز فضية أولمبياد باريس 2024. وأشار أشرف صبحي إلى دعم الدولة المتواصل لأبطال مصر الرياضيين ومساهمة ذلك في تحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية. إلى الدوري الممتاز، حيث يلتقي الآن فريق سموحة وسيراميكا كليوباترا في المباراة المقامة بين الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري. يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول المسابقة برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة. كما يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع نظيره مودرن سبورت في المباراة المقامة الآن على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري. يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول الترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة. نهاية أخبار رياضة من جديد، أعود إلى مصطفى وهبة. شكرا لك محمد على هذا العرض. تسببت عاصفة بطيئة في الحركة في هطول أمطار غزيرة على شمال اليابان، مما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهار ودفع بعض السكان إلى الملاجئ وعطل حركة السفر. وصلت سرعة الرياح إلى 72 كيلومتر في الساعة بعد وصولها إلى اليابسة بالقرب من مدينة أوفوناتو في محافظة إيتواتي، وقد حذرت السلطات اليابانية من مخاطر الفيضانات والانهيارات الطينية إثر عاصفة نادرة نسبيا في المنطقة. تعد هذه العاصفة هي الأولى التي تضرب اليابسة في المنطقة منذ إعصار عام 2016. أخبار الطقس. أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة وما تلقيه بظلالها، نعود من جديد فيها إلى محمد. شكرا مصطفى، شكرا هبة. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات الجمهورية العظمى والصغرى. والبداية من القاهرة 35-27، الإسكندرية 33-25، مطروح 32-24، بورسعيد 33-26، والإسماعيلية 37-26، إلى السويس 37-27، العريش 34-25، طابة 37-27، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 40-30، إلى أسوان أو الأقصر 43-30، أسوان 43-31، الوادي الجديد 44-28، شلاتين 40-31، وحلايب 37-30. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية أخبار التاسعة قدمناها من التلفزيون المصري، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. مدبولي يبحث تيسير دخول وخروج المستثمرين والبضائع إلى سيناء ويتابع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات. العدوان الإسرائيلي يتواصل على أنحاء قطاع غزة لليوم 11 بعد 103، ووزير دفاع الاحتلال يزعم أن مهمته إعادة المحتجزين من خلال خلق ضغط عسكري. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدعم الغربي للاحتلال يشجعه على ارتكاب الجرائم، وبيان غربي ثلاثي يطالب طهران بعدم شن هجمات على إسرائيل. نهاية نشرة التاسعة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لطيب المتابعة مشاهدينا الكرام، ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.